الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. معنى هذا يا أولادي أن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة على مصراعيه، لا يرد توبة من تاب وآمن وعمل الصالح. لقد وصف الله نفسه بأنه هو الغفور الرحيم، من دعاه مخلصا نادما تائبا مستغفرا فقد سمع دعاءه. والله سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده من حبل الوريد. ادعوه معي يا أولادي، ادعوه أن يتوب عليكم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يستر عيوبكم، وأن يجعلكم من عباده المخلصين المخلصين، إنه سميع مجيب. عباد الله، إن الساعة آتية لا ريب فيها، فاتقوا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون، ذلك هو يوم القيامة. وما أدراكم ما يوم القيامة؟ إنه ليوم عصيب، يوم يحاسب الخالق المخلوق: ماذا فعلت في دنياك؟ إن خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن شرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا فعلت في دنياك؟ ماذا قدمت يداك؟ ماذا فعلت في دنياك؟ ماذا قدمت يداك؟ ادي ال 500 جنيه اللي طلبتيهم يا سهام. يا سلام يا طاهر، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبي. انا كنت متاكده برضه انك عمرك ما هترفض لي طلب، بس اوعى تكون اتضايقت مني. على العموم اتعشم انها تكون اخر مره تحرجيني فيها بالشكل ده. انت ما تعرفيش الفلوس دي مكلفاني قد ايه. والله ما كنت محتاجاهم ما كنت طلبتهم ابدا. ده انا كنت خايفه لحسن تفتكر ان انا بحبك عشان الفلوس. وانا لو اقدر انسيك مراتك واولادك والله ما اتاخر. انا فهمتك قبل كده، ان حياتي العائلية شيء وان علاقتنا ببعض شيء تاني، وما اخبيش عليكي صلتي بيكي ما بقتش سر زي الاول. الناس بدأت تتكلم، مراتي نفسها بدأ الشك ينغص حياتها، وعلشان كده بفكر اننا نقعد مدة ما نشوفش بعض. وهون عليك يا حبيبي، ازاي تطلب مني استغنى عن روحي وانا اقدر اعيش من غيرك؟ كلها كم يوم لحد ما يروق الجو. امر بس الليلة مش هسيبك قبل الفجر، دي ليلة الوداع ولازم نخلص الازازة دي سوا. انت لسه صاحيه؟ كنت فين يا طاهر؟ كان عندي شويه شغل. لا مفيش داعي للكذب، انت كنت عند البنت اللي اسمها سهام. وطي صوتك احسن العيال تصحى. لو كنت عامل حساب العيال ما كنتش تسمح لروحك انك تجيلي كل يوم وش الفجر والخمرة فايحه منك، ما كنتش تسمح لروحك انهم يكبروا ويتخذوك مثل حي قدام عينيهم. لو كان عندك ريحه الضمير صحيح ما كنتش قعدت بالبنت وسيبني اربيهم زي ما انا عايزه. قصدك ايه يعني؟ تطرديني من بيتي؟ بيتك ما عادش هنا، بيتك هناك عند اللي كنت معاها.
إذا كان يهمك مستقبل أولادك صحيح، اتفضل رجلك ما تعتبش هنا. يلا روح ارجع لها ارجع لها. ازاي تكلميني باللهجة دي؟ أنا هعرف ازاي أربيكي. عاوزاني أرجع لها؟ حاضر هرجع لها. أما نشوف مين فينا اللي هيندم. اسبوع يا حبيبي، اسبوع لوحدنا من غير ما يجي يعكر علينا صفوينا. كملت اجازه و500 جنيه. ايه رايك يا حبيبتي لو خطفنا رجلنا لحد اسكندريه ونقضينا اسبوع هناك؟ فكره، بس يمكن حد يشوفنا يجي يقول لي سي طاهر حبيبي روح. يا شيخه سيبك، ده المغفلين اللي زي طاهر يعيشوا حمير ويموتوا حمير. بس لازم نعمل حساب للجايات، وكل ما نحتاج قرشين نقول لها يا فرخه كاكي كاكي كاكي. ايوه طاهر يا مجرمه، بسببك انت رفعت ايدي على 10 ست بنبوت. سرحان في ايه يا طاهر؟ اقعد يا ابني. يا ابني لا تكثر لهمك ما قدر يكون، الله المدبر والعالم شؤون. امنت بالله. استعين بالله يا ابني. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرجي. كلها يا ابني شهرين ويفرج عنك ويمحي المكتوب وترجع تاني لبيتك ولعائلتك. عائلتي؟ أنا ماليش أهل، ماليش عيلة. إزاي يا ابني؟ أنا أعرف إنك ليك عائلة. كان ليا لما كنت راجل شريف. العوض على الله. وممكن بعد ما كفرت عن خطيئتك ترجع تاني راجل شريف. أنت يا ابني دفعت الثمن واستوفيت العقوبة، ومن حقك تعيش بقية عمرك متمتع بأهلك وبحنان أهلك. لا يا سيدنا الشيخ، لا. أرجع أقول لهم إيه؟ أقول لهم استقبلوا تحت سقف بيتكم جاني يتبرى منه المجتمع. أقول لهم افتحوا دراعاتكم لمجرم جاي يوصمكم بعاره. لا يا سيدنا الشيخ، لا. أنت مش عاوز تروح لزوجتك ولأولادك، لكن إيش عرفك إن أولادك وزوجتك ما هماش مشتاقين لرؤيتك؟ مش أكتر ماني مشتاق لرؤيتهم، لكن أنا فتهم وهم أطفال صغيرين ما يدركوش خطورة جنيتي عليهم. دلوقتي كبروا وبقوا شباب وتعلموا وفهموا الدنيا، يعني حقف قدام قضاه وما فيش أصعب من وقفة الجاني قدام القضاه، خصوصا إذا كانوا قضاه من دمي ولحمي. لا يا سيدنا الشيخ، لا. انما هم طبيعي بينتظروا يوم خروجك من السجن بفارغ الصبر. هم ما يعرفوش ان لهم اب في السجن. انا بعد ما ارتكبت اللي ارتكبته رجعت البيت قبل ما اسلم نفسي للعداله، وحلفت امهم باعز ما عندها انها تفهمهم اني مت. لا حول ولا قوه الا بالله. حي ترزق على ظهر الارض واولادك يعتقدوا انك ميت. انا في نظر اولادي مت وانتهيت. فضلت انه يموت فرد مجرم ولا تموتش عيله بريئه. اتفقت مع والدتهم انها ترحل بيهم من البلد اللي انفضح فيها امري وساءت سمعتي. اتفقت معاها انها ما تسميهمش حتى باسمي ولا يزورونيش في السجن عشان تنقطع كل صله بيني وبينهم. يعني هما دلوقتي تركوا البلد وسافروا؟ مين يعرف اراضيهم فين دلوقتي؟ اخبارهم ايه؟ أحوالهم إيه؟ سبحان العالم، سبحان